طيب متابعونا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته منه تعالى وبركاته، واسعد الله مساءكم بالخير والمسرات ضمن هذه المنافسة المسائية في هذا المساء الجميل، في هذا المساء المغاير على ارضية ميدان الشحانية ومنافسات سن الكبار، وهذه الشعارات المميزة شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. نصل في هذا اليوم يوم خصص لسن الأجداع في يوم السبت 23 من شهر نوفمبر لعام 2024 للميلاد، منافسات الأجداع والستة كيلومترات سارت الذل للأصايل للبحث عن المجد التليد. مقدمة الشوط المركز الأول لكي نتابع العشرة الأسماء الأولى. المركز الأول هجن الشحانية مع الذيبة بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات الحضور من الشاهينية وسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني يحضر لنا بالشاهينية بمتابعة حمد بن محمد بن هادي الجربوعي. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات هجن الشحانية مع حضور يتابع حالنا هنالك جر الله بن محمد بن عقيل على المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات نتابع حرايب يا حرايب سعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله آل عبد الرحمن الثاني يقدم لنا حضور حرايب بمتابعة خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك. المركز الرابع. المركز الخامس حاملة الرقم 5 أوصلت الماهر لهجن الشحانية يتابع لنا محمد بن خالد العطية يحضر بو خالد في هذا الشوط. على المركز السادس المركز السادس أوصلت الأسماء أوصلت النوعيات الجميلة الحاضرة نبا لهجن الشحانية يتابع لنا جار الله بن محمد بن عقيل. على المركز السادس. المركز السابع ناس هنالك مشهورة مع هجن ام الزبار بمتابعة محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح حاضرا في هذه اللحظات. على المركز السابع يقدم لنا مشهورة. المركز الثامن اوصلت في هذه اللحظات يا سلام يا سلام يا سلام الحاضرة في هذه اللحظات بشكلها الجميل القادمة حماس لهجن الشحانية يتابع لنا جابر بن سالم جربوع المري بن فاران يحضر في هذه اللحظات. على المركز الثامن او التاسع المركز العاشر الحاضرة في هذه الاثناء ارتياد اسم جميل اسم مميز لاحد الاساطير لسعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد الثاني يتابع لنا راشد بن علي بن سعيد ابريس المري يقدم لنا ارتياد العودة مباشرة بعد ما تممنا على مسامعكم ايها المتابعون الكرام في كل مكان عبر قناة الرئيس عبر هذا البث الحي المباشر. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى المركز الاول، الى انطلاقة الشاهينية سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني يتابع لنا حمد بن محمد بن هادي الجربوعي على المركز الاول. الله يا امسية الاجداع، امسية هذا السن المميز ضمن منافسات سباقنا المحلية الخامس. المركز الثاني نتابع الحضور من قبل حضور لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل خطير جار الله يحضر في هذه اللحظات. المركز الثالث اوصلت نبا 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 هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل ايضا القادم. على المركز الرابع حرايب حرايب سعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله الثاني. على
المركز الرابع، المركز الخامس حاملة الرقم 5 الماهرة تحضر في هذه اللحظات تتقدم في هذه الأثناء لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، أيضا وصلت اللي هي حماس لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران على المركز السادس، يقدم لنا حضور حماس المركز السابع، وصلت ارتياد سعادة الشيخ سلطان بن جاسم الثاني راشد بن علي البريس المري من يتابع لنا، أيضا حضرت شرقة هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، ووصلت كذلك مغادرة هجن الشحانية سالم بن فاران المري. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت على المركز الاول بهذا الحضور المميز، حضور 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 هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، شوط الاجداع في هذا المساء المميز وبحضور هذه النوعيات الجميلة. القادم على المركز الثاني الشاهينية سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، يقدم لنا الشاهينية بمتابعة حمد بن محمد بن هادي الجربوعي، وصلت حماس الحاضر، حماس خطير، حماس تحضر بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران الكيلو الأخير، أيها العمالقة أيها المضمرون كيلو أخير، يا هل جداع عطونا ابداعاتكم في هذا المساء، من القائدة من القائدة، حضور حضور تثبت الحضور المميز الى هذه اللحظات، بينما حماس تريد الحماس تريد الحماس في هذا الشوط، اشعال فتيل حماس حماس هذا الشوط بانطلاقتها المميزة، ما شاء الله عليها اتحركت حماس اجل الشحانية جابر 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 بن سالم بن فران الشاينية والارتياد سعادة الشيخ سلطان بن جاسم الثاني بمتابعة راشد بن علي الابريس، ولكن العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى حماس، حماس حماس بالشكل الجميل، حماس بالاداء المميز، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو الأداء المميز، اجل الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري، ارتياد تعود ولكن حماس هي البطلة، حماس لاجل الشحانية، تابع لنا المضمر جابر بن سالم بن فاران المري، بطل بطل بطل، اسعد الله مساك يا جابر، تهانينا والناموس. المركز الثاني ارتياد سعادة الشيخ سلطان بن جاسم مفاد آل ثاني، راشد بن علي بن سيد أبريس المري من تابع لنا المركز الثالث، اللي هي شاهينية لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، حمد بن محمد الجربوع المري تابع لنا. المركز الرابع نبا لهجن الشحانية بمتابعة جر الله بن محمد بن عقيل. المركز الخامس شعار حضور لهجن الشحانية جر الله بن محمد بن عقيل، ثاني الناموس على هذا الانتصار، هذه لحظة توصل لحماس لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران المري، توقيت الزمن 9 دقائق 27 ثانية و55 جزءا من الثانية، بينما المركز الثاني اللي هي ارتياد، ارتياد لسعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، راشد بن علي بن سيد أبريس المري من تابع لنا، توقيت الزمن 7 دقائق 28 ثانية 23 جزء من الثانية. المركز الثالث وصلت اللي هي اللي هي الشاهينية سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، تابع لنا حمد بن محمد بن هادي الجربوع المري، 9 دقائق 31 ثانية 87 جزء من الثانية، تهنئة الناموس لجميع الفائزين.